النهارده كابتن احمد واللي قاله الكابتن وليد نتفق على حاجه، ان النهارده اللعيبه كلها لعبت باخلاص وبرجوله الماتش ده والماتش اللي قبله والماتش اللي في كاس كل الماتشات اللي في كاس الامم الافريقيه، عشان الناس النهارده تلقي باللوم على لاعب لاعب اسم اسم. احنا ممكن نقول كان في لاعب النهارده مش موفق، وارد وارد، بس اكيد حتى اللي مش موفق ده انت كنت شايفه بيموت نفسه في الملعب. تتفق؟ خلينا نقول في البدايه طبعا هارد لك للشعب المصري كله، وهارد لك للرياضه المصريه. حلم كان بعيد وقرب وراح مننا، كلنا كنا نفسنا نكون موجودين في كاس العالم. الشعب هيبات حزين النهارده، اكيد شعور طبيعي جدا، واحنا ناس من الشعب، ولكن زي ما انت بتقول كل تجربه لازم نتعلم منها عشان نشوف احنا الفتره الجايه ممكن نعمل ايه. خلاص اللي حصل حصل، هنتكلم في تفاصيل كتيره زي ما وليد قال، في كلام كتير ممكن نقوله، ولكن لازم نطوي الصفحه ونفكر ايه الايجابيات اللي احنا استفدناها من المرحله اللي فاتت، وايه السلبيات اللي احنا عاوزين نتخلص منها، ونشوف الايجابيات حتى لو كانت قليله او كبيره نبني عليها للي احنا عاوزينه الفتره الجايه ان شاء الله. الناس تبقى عايزه اللي هو ايه، هي دلوقتي الناس غضبانه، جمهور الكوره بيبقى غضبان وبيخسر وبيفرح قوي لما بيكسب، بيبقى عايز يسمع كلام غضب. تمام، فانا قلت في الاول انه ما هو الغضب كل عندنا كلنا اكيد، بس تعال نكسر ونوقع ونمشي ونقعد. بعدين انت لما بتكسر أكتر، لما بتكسر هتخسر اكتر، لانك هتبدا من الصفر. ولكن انت الذكاء انك تشوف انت ايه اللي انت يعني استفدته وتبدا تبني عليه المرحله الجايه، وايه اللي ناقصك وتبني عليه، وايه اللي ناقصك وتبني. طيب.